قولي. الصغير بيبقى متدلع يعني، طلباته بتبقى مجابة. أنا حد من أخواته مثلا يقول كذا، وأبوه يقول له عشان هو صغير. والله هم كلها كانوا عزوا فيه، يعني ما كانوش بيزعلوه. كان بيشتغل معاهم، لما أقول له في ماتش كورة يقول له روح الماتش بتاعك، روح. ما كانوش بيزعلوه. لو قال عايز ممكن قبل رمضان، في الشهر اللي قبل رمضان دي يمكن يكون جاب 4 طقم. يقول لك أنا كذابة، والله جاب 4 طقم. يقول أنا عايز طقم. في نفس الجيب. يقول لأبوه، يقول له خد، يقول لأخوه، يقول له خد. والله ما قصروا معاه، هو صغير آه ومتدلع آه، بس كان بيشتغل معاهم في كوتش، وبيشتغل معاهم في جزيد، والكورة عنده أساسي. لازم كل ليلة بعد الفطار يروح الكورة. في المدرسة. وكانوا بيسيبوه في الصنايع، في ثانية صنايع. يعني كان عايش حياته، مش حياة يعني دلع، يعني كان بيشتغل. ما كانش هو حق ربنا، هو كان متدلع اه، بس متدلع يسيب شغله ويلعب. لا، اخر لحظة وانت بتودعي قلت له ايه؟ كنتش نحسبه بنودع فيه. ما كنتش نحسب بنودع فيه والله. ما شفتوش من بالليل ماشي فاطر وماشي مع اخواته، كان بيجي يفطروا كل منه وكله بروح شغله. بس شفناه من بعدها بعد صلاة التراويح، كان بروح يلعب كوره. بس شفته والله ما شفت لحد دلوقتي، من ساعة ما طلع ما شفته. اللي ليلة ما جي ميت متخشب ناشف. بعد 8 أيام العملية ب8 أيام جي ناشف. هو دي اللي نعرف. ما تعملش العملية يا نادر، قال لي اللي في دماغه هنعمله. آخر حاجة كلمته بيني وبينه أو لفظ كلمة طلعت من حنكه ليا آخر حاجة، قال لي انتوا مهما تعملوا انا اللي في دماغي هنعمله. انا انتوا ما بتعرفوش انا بنتعامل مع مين، انا بنتعامل مع ناس انتوا ما تعرفوهاش. قعدت نصحه يا ما تعملش العمليه، واللي في دماغه في دماغه، بس ما كناش هنعرفه. نعرفه اللي هو عملها من ورانا، هو هيعملها من ورانا. الدكتور كشف عليه وقال له ماشي نعمل لك العمليه، قال له ما فيش مشاكل. المهم كتب التحاليل وبتاع. بعدين قلنا له يا دكتور العمليه تكلف كام، يعني لو حبينا نعمله العمليه تكلف كام؟ جي قال العمليه تعمل 35000. 35000 العمليه ساعه زمن؟ انت بتقول ساعه زمن ازاي 35000؟ يبقى العمليه كبيره، وده دكتور تجميل. جي الحج لما قال له مصمم يعمل العمليه، قلنا لا ما تعملش العمليه، احنا مش عاملينها دلوقتي، نعملها بعد العيد. بحسب الدكتور 35000 يبقى عمليه كبيره، روحوا لواحد تخصصه الحاجة دي. جي الواد لما مصمم، جي الحج قلق منه، قال له يا دكتور حظ الله بيني وبينك ابني، يجي العملية اعمل العملية من ورايا. الواد نعمل العملية، اختلفنا، شدينا الواد خطه بعده ومشيت. جينا على السلم الحج قال له لا اديني بطاقتك. قلت له يا بابا طالما انت خدت منه البطاقة، مستحيل واحد يعمل له عملية من غير بطاقة ومن غير موافقة اهله، دي ما بتحصلش. قال لي يا ابني، قلت له يابا حط في بطنك بطاقة صيف، والله ما حد عملها له وراح اخر الدنيا. ده لازم اوريه امره او اخوه او امه، اي حد يضمنه وببطاقته. قال لي يعني نتاكد؟ قلت له خلاص ما فيش مشاكل. المهم خد 3 4 ايام نادر راح باع تليفونه، عامل 40000 وباعه ايفون، عامل 40000 وباعه، وعمل تحليل وراح للدكتور، قال له يا دكتور 35 اهم والتحاليل اهي. تابع معاه لحد من حاجات نعرفها احنا بقى اصحابه بقى جم عاد تم معاه لحد ما راح المستشفى، تابع معاه لحد ما راح المستشفى. دخل المستشفى طقطق، قال لهم معيش غير صورة البطاقة على التليفون. ورنا صورة البطاقة، طبعا عايزين ضامن، جاب بتاع التوك توك ضمنها. انا اخويا ضمنه واحد بتاع التوك توك يعمل عملية، ده عمرها ما حصلت. لقيت الوضع غامض خالص، ومش عارفين ندخلوا له ولا عارفين نوصلوا ولا نعرفوا عنه اي حاجة. ساعة ما يسمعوا حالة نادر محمد عبد السلام يطلع الامن، ما يدخلناش حتى الامن ما بيدخلناش. انا قلقت، قلت في حاجه غلط.